اهلا بيكم في حلقه جديده من سفره دايما. سفرتي النهارده عايزه اجرب معاكم طريقه تتبيله مختلفه عن العاديه. في العادي بتاعنا لما نيجي نتبل اي فراخ بنروح على طول في الكبه بصل طماطم شويه خل زعتر ليمون ملح فلفل. عايزه اجرب معاكم نفس التتبيله اللي بنعملها في العادي بس نضيف لها عسل ونضيف لها كمان خضار مشوي. الخضار المشوي لما بيبقى مشوي يدخل في التتبيله بيدي لون حلو قوي زي بتاع بره بقى بجد، اللون البرتقاني ده اللي هو احنا بنقعد نقول هم حاطين لون ولا ايه، بيبقى من الخضار المشوي وبيدي طعم مدخن، تحسوا ان الحاجه مشويه كانها على الفحم وهي مش مشويه على الفحم. فعايزين نجرب مع بعض النهارده التتبيله دي، وكمان نجرب صوص كده شبه الزبادي شويه بس من غير خيار، شبه صوص الزبادي اللي متعودين عليها، تكون حاجه فريش كده جانبيه ندب فيها الفراخ او نغمس فيها الفراخ. التتبيله بتاعتي النهارده هستخدم لدبابيس الدجاج بالثوم والبابريكا، ده العنوان بتاع الوصفه بتاعتي. عندي التتبيله بتاعتي عباره عن بصل وفلفل احمر مشويين، ثوم مشوي مش ثوم فريش، كوب زبادي، 2 معلقه كبيره عسل ابيض، 7 بهارات جنزبيل وزعتر ملح وفلفل اسود، زبده هلمع بيها الفراخ وليمون وبابريكا. انا عاملاها بالدبابيس، ممكن حد يعملها بستريبس بانيه مثلا، ممكن حد يعملها بصدور مخليه، ممكن حد يعملها فرخه كامله، المهم انه دي تتبيله ممكن تستخدميها على اي حاجه براحتك يعني. بس دي مكونات التتبيله، تقطيعه الفراخ بتاعتك او اللحمه دي حاجه اختياريه. سلطه الزبادي اللي من غير خيار، وليه عاملاها من غير خيار؟ علشان عايزه دي تكون حاجه تغميس مش حاجه سلطه يعني. هستخدم ليها كوب زبادي، نعناع فريش، ويا ريت نعناع فريش، وهنتكلم ليه. معلقه كبيره لبن، ملح وفلفل ابيض، ثوم بودره، ليمون. اول حاجه هعملها جهز الدب بتاعي او الصوص اللي هغمس فيه الفراخ بعد ما تتشوي، علشان ده لازم يدخل الثلاجه ويقعد وقت، علشان انا جايبه النعناع جايبه ريحته، مش هحط النعناع اللي هو الباكت ولا نعناع افركه ولا الكلام ده، انا حاطه النعناع الفريش بس يديني ريحه النعناع في الزبادي مش اكتر. وعندي فلفل وملح، طبعا الفلفل الابيض بيكون افضل عشان ما يغمقش الصوص، ثوم بودره مش ثوم فريش عشان احنا مستخدمين ثوم كتير قوي في التتبيله بتاعه الفراخ، فمش عايزه ازود. اهو فلفل ابيض، وعندي الليمون يدي بقى طعم لاذع حلو قوي كده. ادوب الصوص ده بمعلقتين لبن او معلقه لبن، ودايما على فكرة في سلطة الزبادي اللي بتكون بتتقدم برة بيكونوا حاطين لها لبن، عشان كده بنلاقيها ما فيهاش الفواصل بتاعة الزبادي، ما فيهاش الكلكعة دي، نلاقيها أخف شوية. التوم البودرة هو اللي خلى الصوص ده مدي على بيش كده شوية، لو حطيتي توم فريش هيفضل بالبياض بتاعه عادي. زود شوية لبن تاني. بعدين عندي هنا نعناع فريش حلو قوي كده، باخد بقى النعناع الفريش والزبادي ده السمك اللي المفروض يطلع معانا. فانت هتشوفي الزبادي بتاعك، هتزودي اللبن لحد ما توصلي للسمك ده اللي هو يبقى شبيه للطحينة للمايونيز للزبادي بس مفكوك سائل مش كتلة واحدة كده. تمام كده. ليه بقى انا عامله له النعناع فريش؟ عشان النعناع يديني نكهه النعناع جوه الزبادي. لو انا فرقت النعناع هيبقى زبادي بالنعناع، انا عايزه احس بطعم النعناع من غير ما ازود نعناع. النعناع فريش بيبقى قوي جدا وبيدي ريحه حلوه احلى بكتير من اللي بنفركه ده، وبيبقى كمان هادي عن النعناع التاني اللي هو المصنع. انا كده عملت السلطه، هطلع فاصل سريع نرجع نعمل الفراخ مع بعض، استنوا. ورجعت لكم بعد الفاصل، وعندي دلوقتي اهو الزبادي. تتبيله بقى حلوه قوي وسريعه وبتلمع كده من كتر العسل الابيض بيلمع اي تتبيله. بنحط كده العسل والزبادي. ممكن تستغربوا شويه موضوع العسل ده بس هو بيظبط الطعم وبيلمعه جدا جدا. وعندي هنا الملح، واجيب من الفرن خضار مشوي بقى احطه على طول. في الصاج بتاع الفرن هتشوا البصل وهتشوا الفلفل
وهتشوي الثوم بس في فويل علشان ما يتحرقش، انه بيتحرق بسرعه. وبعدين هجيب كده سكينه واقسم الحاجات دي نصين قبل لما ابتدي استخدمها. الشوي ده بقى هيديني لون برتقاني حلو قوي، كاني مديالها لون، وهديني تسكيره مش هعرف اعملها باي حاجه، وطعم مدخن هايل جدا. شيل القلب بتاعه خالص، وطبعا مولع زي ما انتم شايفين، مش عايزينه يتهري ولا يبقى اسود في الشوي. يعني اول لما يبتدي كده يعمل الحروقه اللي في الجنب تشيليه على طول زي ما انا شلته. تمام، حط البصله اقطعها برده بس مولع جدا. انا طلعته من الفرن على الكب ده، ما فيش مشكله مش لازم يبرد او كده، لانه انا عايزاه يدي الطعم المشوي الحلو ده. واخد برده الفلفلايه التانية ونحط كده الفلفل بتاعنا والبصل على مرحلتين. ما حطيتش البهارات جوه الكبه عشان عايزاها تبقى مش مفرومه كده، مش عايزاها تضيع طعمها في الفرم بتاع الكبه. انا بفرم بس السوائل والخضار. واجي هنا انزل الثوم اللي اتشوى واشغل بقى الكبه واسيبه كده. عندي دلوقتي الخليط ده، باخده كده وزي ما قلت لكم اللون البرتقاني المميز ده مش هيطلع معاكم غير لو فرمته جزر او فلفل احمر مشوي في الكب. ده ما بيبقوش حاطين له زي ما بنتخيل بره، ما بيبقوش حاطين له لون، بيبقوا شووا حاجه وفرموها. والزبادي، زبادي والخضار المشوي، الفلفل والبصل والثوم. بعدين لما بتطلع التتبيله بروح واخداها كده وازود بقى البهارات بره، بابريكا، زعتر، ملح، فلفل اسود، سبع بهارات برضو بتديها طعم جميل جدا، والجنزبيل بيكمل بقى الخليط المدخن الهايل ده. لو عايزين تفرموا اكتر وتخلوها مية خالص برضو مفيش مشكلة، بس انا بحبها تبقى مكلكعة شوية كده. زيت زيتون بسيط قوي كده للتلميع. عندي دلوقتي الفراخ بتاعتي اعمل لها فتحات كده تديها شكل حلو، وكمان تدخلي التتبيله جوه. طرف السكينه كده واقسمها كده. كل ما تبقى فريش كل ما طبعا طعمها يبقى احلى واحلى. حلو قوي كده. اجيب بقى الدبوس بتاعي وابتدي اتبل الفراخ بتاعتي كده، افتح بقى الجلد بتاعها وادخل جوه كده. ونتبل كده. وادخل كده التتبيلة لجوه ونفتح الجلد كده وندخل جوه خالص. التتبيلة دي تتبيلة هايلة جدا، ولونها ده بيبقى جميل قوي بعد الشوي، والريحة المدخنة اللي بتطلع منها انتوا مش هتتخيلوا جمالها. وينفع تفضل قاعدة في الفريزر براحتكوا خالص، يعني لو مجهزينها من قبل هتبقى برضو حلوة قوي. واعمل كده وابقى انا كده تبلت الفراخ بتاعتي وعملت لها كمان الصوص اللي بعد لما نشوي، نقدر ناكلها كطبق جانبي جنبيها. انا كده خلصت التتبيله وخلصت السلطه، هطلع فاصل سريع بقى اجيب الشوايه بتاعتي ونرجع نشوي دبابيس مع بعض. استنوا، بحط كده
الدبابيس بتاعتي في جريل سخن جدا. لو في طاسة برضو جريل اللي هي الطاسة الجريل الجديدة برضو يكون سخن جدا. مهم قوي في الأول كل حاجة تكون مولعة. وطبعا التتبيلة دي علشان مش مفرومة كسائل يعني فيها الخضار فلازم تتقلب كده شوية بشوية كل شوية. وديها تاني من التتبيلة، عايزينها تبقى متغرقة من التتبيلة اللي فيها الخضار المشوي، تبقى طالعة شرباها جدا كده، الريحة خطيرة. وقلب كده حتى لما تبتدي تاخد العلامات، يا نكمل كل شويه نسقيها بالتتبيله ونحط الزبده في الاخر كده تلمحها، يا ندخلها الفرن بعد ما تاخد الصدمه ندخلها الفرن على طول. يعني في ثلاث طرق تسويه، يعني نديها صدمه على اي جريل طاسه او جريل كهرباء زي ده وتكمل فيه، يا نديها صدمه وتدخل تكمل تسويه في الفرن عشان في ناس ما بتحبش تفضل واقفه قدام جريل، يا نشويها على الفحم، يا انا اعملها كده زي ما انا بعملها هفضل مكمله طول الوقت على الجريل بتاعي. تفضلي تسيبيها 5 دقايق على الوش ده، بعدين 5 دقايق على الوش التاني لحد لما تاخد اللون الذهبي اللي احنا شايفينه مع بعض، وكل شويه تسقيها من التتبيله علشان تفضل واخده طعمها وتكون احلى معاكي. نقلب كده، اللون بتاعها هايل جدا واخده علامات حلوه قوي. دلوقتي بقى عايزه اديها حاجه تلمحها كده وتطري معايا الموضوع شويه، وده لو احنا مش عاملين دايت او لو مش بنعاني من اي حاجه، لانه دي كده وصفه صحيه وحلوه قوي. لو احنا بقى مش عاملين دايت ممكن نسيح زبده كده تديها بقى لمعه حلوه قوي وتخلي الموضوع فيه طعم احلى واحلى بكتير من تفضل زيت زيتون بس. تطري معايا حتى القاعده بتاعتك الشواية او الطاسة بتاعتي شوية. بصوا بتلمعها في ثانية، هو مكعب واحد مش هغرق الدنيا يعني. تلمعها بقى وتخلي التتبيلة كده تدوب جواها حلوة قوي. سيبها تشرب الزبدة دي وبعدين اقلبها الناحية الثانية على طول. في الوقت ده ابتدي اجيب السلطة اللي انا كنت بسقعها. حطها كده لما سقعت طبعا بقت السمك بتاعها احلى جدا، حلو قوي كده. جميل جدا. شوف بقى دلوقتي نقلبها الناحية التانية عشان نبتدي خلاص قربنا قوي نقدمها. ده اللون اللي المفروض الفراخ دي تطلع لك بيه، ذهبي كده بيلمع جميل. لما طلعتش معاكي كده يبقى هي لسه محتاجه تسويه. كل ما انت بتحطي لها التتبيله واخر تاتش ده بتاع الزبده هتفضل تطلع معاكي ذهبي وشاربه تتبيله حلوه وغنيه جدا. قدم بقى دلوقتي الفراخ الخطيره دي، الريحه عندنا هنا يعني جبارة. خضار المشوي ده مع العسل من التتبيلات الجميلة جدا، بتكون كده تحسوا ان الفراخ مليانة طعم غني يعني مش بس شوية بهارات.
بصوا اللمعة اللي فيها من الزبدة، طبعا لمعة حلوة قوي ومستوية حلوة قوي وطرية وجميلة جدا. طبعا اللي ممكن برضو نعمل نفس التتبيلة دي بالوينجز اللي هي الأجنحة، برضو مش هتقول لا، هتبقى برضو هايلة جدا. نحط بقى نعناع في صوص الزبادي اللي بالنعناع الفريش، وبكده نكون قدمنا مع بعض النهاردة دبابيس فراخ مشوية بالخضار المشوي والثوم المشوي. ما عملناش اي خضار فريش وعصرناه في الكبة زي المعتاد، تتبيلة جديدة ومختلفة حبيت اجربها معاكم. رب الوصفة تكون مختلفة، تجربوها تقولوا رأيكم على السوشيال ميديا، وتستنوني في حلقات جديدة دايما من سفرة دايما. شكرا.